لا جلال الديكور. امي الحبيبه خالتي العزيزه خالتي مدام جدتي الحنونه عمتي الانيقه، كما راكي تشوفي رانا متواجدين خارج المحل. فيديو تاع اليوم راح يكون اناق الله يبارك ما شاء الله، واللي هو طابي كوزينه طروا بياس ومعاه الريدو تاعو. فيديو تاع اليوم ما ماشي غير لي كولير اللي شفناه المره اللي فاتت 21، اليوم تقريب كاين فايت 70 كولير. شوف يا ما العزيزه، ها ما عليك غير تخيري وتختاري، درت لك قطار تاع لي كولير. ها هما ندخلوا مباشره الى المخزن العام، هذا هو المخزون الدوله. درت لك مكارلاج سبيسيال بالطابي. ها افس يما، وين حبيتي تلقاي الكولير؟ ها وين دوري؟ وين دوري تلقاي الكولير؟ ها منا كولير منا كولير منا كولير. الجيل تاع الشاف هذا فيه تقريبا 6 ألوان ولا 7، فيه الوردي، فيه اللي يجي كيما هكا قري، فيه الذهبي، فيه اللي يجي مارون، بزاف لي كولير. هاي لك شوفي الاصفر تاعو، ها يعني لي كولير ما شاء الله يا امي الحبيبه الغاليه، يعني خيري واختاري ودي للدار. فيديو تاع اليوم يما واللي هو كيما شتي معايا، هذو جوج 3 بياس، هذا واحد كبير وزوج صغار. مرة اللي فاتت شفنا 21 لون، اما اليوم فايت 70 كولير ما الريدو تاعو. ها ها شوفي يا ما العزيزه خالتي مدام ما ديري لي حتى قالب بلي ما كانش كولير، لي كولير تعرف بكل كاينين. ها يعني ما شاء الله، ها اناق الله يبارك ما شاء الله، جميع الالوان متوفره، جميع لي موتيف اللي شتيها سواء كان في الفيسبوك ولا اليوتيوب متوفره. ها خيري واختاري، ما عليك غير تزورينا يما تقلبي، حنا نعدلو، حنا ديرون جينا قلقينا العديل علينا والديكور علينا. هذا ما العزيز السعر تاعو يدير 220 ألف. شوفي الله يبارك ما شاء الله، مرحبا بك يا ما العزيزه. كما راكي تشوفي لي كولير والله ما شاء الله، لي كولير حلوه، لي كولير جميله، لي موتيف يعني ما شاء الله بزاف. خلاص هذا قلنا 3 بياس كيما هكذا مع الريدو تاعو بسعر 220 ألف يا ما العزيزه، 220 ألف خيري واختاري. تحيه خاصه لجميع لي كليون، بالاخص تحيه خاصه لامي العزيزه ام خالتي مدام فاتحه وناس العاصمه نطلع فاتي. وتحية خاصة لجدة الحانونة فاردة وناس الخروب، وبالأخص الأخت الكريمة ابتسام، ابتسام يعني زبونة وفية. وعلى كل حال من لي كليون اللي دعم فينا بزاف اليوتيوب، نقول لك شكرا أختي ابتسام وبارك الله فيك. والجدة الحانونة سلمنا عليها بزاف بزاف، تحية خاصة لخالتي حفيزة. نزيد نقدم تحياتي لجميع لي كليون بدون استثناء، خالتي حورية من باتنا، خالتي حفيزة من مدينة عين مليلة. ناس عين مليلة تحية لكم، ناس عين مليلة مكرمة، ناس الشاويه الاحرار. لكل حال تحيه خاصه ناس باتنا قسنطينه جميع الولايات، ما نساوش الغرب بصفه عامه مهما واش كانت الولايه. امي الحبيبه مرحبا بكم، على عين الراس مرحبا بكم، ديرون جيونا قلقونا نحن في الخدمه يا امي الغاليه العزيزه. نزيد نقدم واحد الملاحظه فقط لصديقي اللي قال لي خالتي مدام وعمتي الحانونه. صديقي انا نعطيك حاجه على بالي راح تتفرج الفيديو هذا، انت وفر وخلي القسم على ربي، القسم ماشي عند محل جلال الديكور، القسم ربي سبحانه هو اللي داروا لعباده. انسان ما يتقلقش مهما واش كان، انت وفر برك عامل الناس وربي سبحانه هو اللي يرزقك، ماشي انا اللي نرزقك ولا واحد اخر. كي تكون كاتبت لك اي تلحقك ديديكاس الناس قسنطينه بصفه عامه. خالتي سليمه كان عندك كونفوكاسيون لازم تزورينا، طولتي علينا. كما راك تشوف ما قلنا هذا بسعر 220 فهم لي كولير هكذا باش تشوفوا بيان، خليكم تشوفوا حبه حبه. ها وليك هذا الطابي اليوم فرشته سبيسيال باش تشوف يما، شوفي الكولير هذه، ها لي كولير ما لعبوش. 220 خير اللي يعجبك، ما تنسايش 3 بياس ما مريدو 220. تحية خاصة جميع أم معايا، ربي يفرج عليك يما العزيزة وربي يفتح عليك، وربي إن شاء الله يا ربي في أقرب وقت تسمعي خبر يفرحك، واللي في قلبك ربي يخفوا عليك، وإن شاء الله يا ربي ما تقلقيش برك يما، استر الخالق هو الرازق، ربي سبحانه خلقك هو اللي يرزقك، وربي سبحانه هو اللي يفرج عليك مهما. شوفي عمرك ما تقولي يا هم، تقول يا ربني عندي هم كبير، لا لا قولي يا هم عندي رب كبير، ربي سبحانه هو اللي يفرج عليك، هو اللي ينحي ليك جميع الضغوطات. نعطيك دعاء صغير قولي يا ما العزيزه بربي ان شاء الله اي باب يتفتح عليك، اي هم يروح عليك، قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما العزيزه الدعاء هذا حفظيه، ما شوفي ما تنساياش بربي ان شاء الله، اي هم اي مشكل اي حاجه راح تتحل عليك. متابعينا وفياء نقول لكم شكرا على حسن المتابعه، ما تنساوش طابي تاع 220 تاع الكوزينه ماه 3 اريدو راه متوفر بجميع الالوان بدون ما نساو اي موتيف ولا لون، وفرته لكم جميع الالوان. دمتم في رعايه الله وحفظه،
خليكم مع النظرات الأخيرة مع مستر شاف. ها عليك تروى بياس أريده بميتين وعشرين ألف، يعني سومة مليحة. مرحبا بكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.